بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، أولا تنتوجه بالتحية ديالي لجميع الأسر ديال الأطفال المصابين بهذا المشكل ديال التوحد، الأسر اللي هي في الحقيقة أسر بطلة، لأن التعايش مع مشكل التوحد هو واحد التعايش اللي ماشي سهل. مشكل التوحد بكل إيجاز هو اضطراب بيولوجي وعصبي. الأم اللي تتحس أن الطفل ديالها من ناحية ديال التطور ديالو، من ناحية ديال التجاوب ديالو، ومن ناحية ديال الاندماج الاجتماعي ديالو، ومن ناحية ديال اكتساب المهارات اللغوية ومهارات التواصل، هناك شيء ما مختلف على الأطفال الآخرين، هي أول مشخص، وهي خصها تمشي تقلب على مهنيين اللي مكونين على التشخيص المبكر لمشكل التوحد. أغلب الحالات التوحدية الحالية هي حالات ليست لها مسببات وراثية واضحة. عدد الأطفال اللي عندهم مشكل ديال التوحد وعندهم مسببات وراثية هو عدد لا يتجاوز 4 حتى 5% في أحسن التقديرات من مجموع الأطفال التوحدية. مشكل اضطراب طيف التوحد هو مشكل مخصوص يبقى طابو اجتماعي، هو مشكل اللي خصنا اولا نشخصوه بشكل مبكر. اللي خصنا نعرفه هو ان الانسان التوحدي والطفل التوحدي بشكل خاص هو انسان مثل جميع الناس، رغم الاختلاف الذي قد يظهره. هو إنسان حساس جدا، هو إنسان حساس للمشاعر، هو إنسان حساس الأدنى تعامل إيجابي أو سلبي معه، هو إنسان تحتاجنا نقربه منه أكثر من أننا نبعده منه، وخصنا بشكل جدي خصنا في المجتمع المغربي وفي المدرسة المغربية وفي أماكن اللعب بالنسبة للأطفال خصنا نوعاو بشكل أفضل بالمعاناة ديال الطفل التوحدي وديال الإنسان التوحدي وديال الأسر الأطفال التوحديين في هذا الإطار. ملي الأم يكون عندها هذا الإحساس، ملي يبان لها ان الطفل ديالها ما تيتواصلش بشكل جيد، ملي تيبان لها ان الطفل ديالها تاخر في اكتساب اللغه، ملي تيبان لها ان الطفل ديالها تقضي النهار ديالو في امور نمطيه وامور تكراريه، ملي تيبان لها ان الطفل ديالها ولا عنده واحد فرط حركه او انعزال اكثر من العاده، هي ام لابد ان تستشير الطبيب ديالها.